to the left, drinks to the right. What? I fall for a girl, not fall for a guy. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من نجوم اون ستيج. اليوم ضيفتي كلنا بنحبها ان كان بالاعلام او بالسياسه اللي هي بولا يعقوبيان. هاي بولا. هاي. كيفك؟ منيحة. في حدا غيري اجى لعندك ما سألك ولا سؤال؟ شو رح تعمل؟ صراحة لا. أنت الوحيدة. وبولا مثل ما قلت أنت كنت معروفة بالإعلام وبعدك هلا معروفة بالسياسة من أكثر من 25 سنة، وكنت معروفة إنك هيك بتزرك ضيوفك وأنا اليوم رح أزركك، ردي؟ ما في مشكلة. لكن بنبلش بأول فكرة اللي هي دردشة مع النجوم. رح هيك نفوت دغري نطحش ورح أسألك أسئلة. بما إنك صريحة وجريئة بدي بالأسامي. مين قبل ما يطلع معك بمقابلة ما كان يقبل يطلع معي بمقابلة؟ كتار، بس ما بدي اتذكر. لا اتذكر في كتار ما كانوا يطلع معي. رئيس حزب يعني ما بتذكر. عم بتذكر اسم بيكون طالع معي بفترة سابقة، بعدين بفترة تلاحق ما يطلع. طيب مين هيك اخذ وقت ليطلع معك؟ ليك كثير حسب المرحله، بيكون في شيء ما بدهم يقولوه، بيكون ما بدهم. لانه انا ولا مره كنت اعمل ديل قبل، انه ليك ما بسالك عن هالموضوع، بمرق لك هيدي ما بعمل فولو اب عليها. لما كنت اعمل هيك فكنت لاقي صعوبه مع كثير شخصيات يشارطوا ما يطلعوا كثير ولا حسبني. اوكي بتتعذب. اوكي مين افسد سياسه؟ اف كمان هيدي موضوع كيف بدك تسمي، يعني بدك تقعد تروح على القضاء وتشوف وتنبش. بأكد لك انه ما بيصير فساد الا للاسف بالاشتراك مع بعض، بغطوا بعض، كل واحد لما يتخانقوا بيشيل ملفات معينه ودفنينه سوا بتركوه مدفون. فهيدا كمان موضوع لازم يبت فيه. طيب انت بنظرك؟ لا عم اقول لك بنظري القضاء لازم يبت بهذا الموضوع. هذا موضوع كثير جدي، ما فيك تجي تقرر تقول هيك هيدا فلان افسد سياسي. معروفين بعتقد الفاسدين جدا واللي على الاخر يعني طلعوا ريحتهم، بس للاسف انه ما عندنا محاسبه. أوكي. بيبقى الحكي حكي. طيب مين السياسيه يلي اذا شفتيها ما بتسلم عليها ولا بتقرب عليها؟ مرأة؟ لا بسلم عليهم كلهم، ما في ولا وحده بس مسلم. لانها مرأة؟ لا مش لانها مرأة، مثاقبه انه بس سيدات الكل بسلم عليهم، في رجال ما بيسلموا علي وما في مشكله. اوكي مين الاعلامي يلي ورا ممكن تطلع معه؟ وبطلع مع الكل، ما عندي مشكلة مع ولا حدا، حتى بالعكس في بعض الإعلاميين بيهجموني وبتمنى يعزموني ويواجهوني بكل شيء عندهم. ما بيهجموني. في صحفية بيعملوا حلقات علي ما بيستضيفوني ما بيسألوني سؤال، بتمنى بالعكس يجوا يقولوا لي شو عندهم. مثل مين؟ في كثير، في حملات مستمرة يعني في تشانل شبه متخصص فيي، يوتيوب كمان مثلا. طب تعوا عملوا معي مقابلة، تعوا واجهوني، تعوا احكوني بكل القصص اللي بتصيروا تحكون وتخبرون للناس. ولا مرة. طيب مين الإعلامية اللي انزعجت لما ربحت بالانتخابات؟ هون بدي اسم، ما اعطيتيني اسم ولا مرة. ما اعطيك اسم ابدا، في اكيد في انزعج وفي ناس انبسطوا لي، في إعلاميات كمان وقفوا حدي، اكيد في ناس ضايقت واكيد انه للاسف. طيب بدي اسم. اولاد المهنة ما بيحبوا، ما في اسم. نو. سوري. طيب بحبها كثير بس ما حعمل لك هالقد. طيب بهول الاسئله ما اعطيتيني ولا اسم، بس رح نكفي بالاسئله. ايه. بالدوره ضلك حاول، ضلك جرب، ما بيضر. اوكي. طيب بالدوره الماضيه استقلت من البرلمان. صح. وهلا رجعت نايبه، شو فرق بين هلا وقبل وشو اللي بخليكي هلا ترجع تستقيلي؟ سجلنا موقف بعد انفجار بيروت، نقول انه في حدا بهالبلد بيستقيل. امام هول والمجزره اللي صارت ومدينه تكسرت ببرلمان، مثل ما كنت عم بقول انه واضح ما رح يعمل ولا شيء للناس ولا شيء للمدينه، كان موقف مشرف الاستقاله. فانا بتمنى اللبنانيين يصيروا يشجعوا اللي بمراكز معينه، يشجعون انه ينقبعوا عن الكرسي، مش يخبرون انه لا لازم تضلك وتلزق وتكفي. لازم موقف الاستقاله يكون موقف في تشجيع. اليوم اللي تغير فتنه 13، انا كنت لحالي بالبرلمان السابق، اليوم في مجموعة عم نشتغل مع بعض على كثير من القوانين، على كثير من القضايا، عم ننزل على الشارع مع بعض. بس مش كل يلي بيسمى حالهم موضوع الاغتصاب مثلا، يعني هذا الشخص اللي كان ممكن تتلفلف قضيته ما عم نقبل بذلك. طيب هول ال 13 منهم كلهم مستقلين ومنهم كلهم مستقلين؟ لا وكلهم 13 طلعوا من لوائح التغيير، وفي البعض يمكن بعد عم بيتعلم بموضوع السياسة. بس في منهم تحت الطاولة؟ أنا وحدة دايما كل يوم بتتعلم. لا تحت الطاولة شو في؟ تحت الطاولة في إشاعات. لا تحت الطاولة في أشخاص إن تابعين لدول، وفي اثنين معروفين وكل العالم عم تعرف فيهم. أي دول؟ هلا.
اي دوله؟ امريكا. في مين شخص منهم؟ هلا انا ما رح بقلك، انا بدي قبل انا بدي اتحداك مين منا تابع لامريكا. هيدي من كذب من جماعه المنظومه. بس في شخص انا بعرفه، هو نزلهم على السوشيال ميديا وعطى بروفز للناس انه هيدا الشخص تابع. وهلا رح لك من هو لما نوقف، لانه ما بدي يكون انا عم بهاجمه، يمكن ما يكون صح، بس انا عم بعطيك اكيد مش صح، اكيد مش صح. اليوم التغييريين اذا في شيء ما في اثنين يختلفوا عليه انهم منهم تابعين لحدا. تعرف نحن لو تابعين لطرف ما كنت بتشوف يمكن القرار بيطلع بشكل اسرع، ما بنقعد نتناقش كل الليل وبيكون في تباينات وكل هذا اللي بينتقدون عليه هو اللي بياكد لا تابعين لسفرات ولا تابعين لمؤامره جايه تفتت هالسلطه العظيمه. احزاب الفاشله شو بدهم يقولوا لما يكون في جماعه عم بيطلعوا من جراس روتس موفمنت من الارض؟ شو بيقولوا للناس؟ بدهم يحطوا مؤامره، بدهم يحطون باطار انه مدري شو في المؤامره على البلد. هن احزاب السلطه اللي وصلونا لهون. تبع التي في على الاو تي في نجاة عون سليبه طلعت قالت انه انا نبيه بري هو مدرستي. اعتذرت بس هيدا اوكي، هيدا رايها. انا حطيت تويت قالت مدرسه فيها تكون بكثير معاني، يعني عم بتقول مدرسه بالامور المنا سويه، وبعتقد انه دفعت ثمن هيدا التعبير اللي يمكن اجا بعد ظرف ما. بس اليوم بقول لك انه نجاة عون هي مفتخر بعلمها، مفتخر ب اكيد هي كثير مثقفه، ما في شك، وبعدين بمجالها وبالشغل اللي عم تعمله موضوع البيئه. ايه بالسياسه بعد في 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 بعد شغل وبعد في باركور لازم كلنا نقطعه، ما في شك. اوكي، اسعد رجدين رفيقك وكان ضيف باول حلقه، كان مرشح كتغيير على الانتخابات. انت بتعتبري انه فاتوا اكثر من 13، كانوا اول شيء تقريبا 17 تغييره؟ لا نحن يعني مع شرب المسعد نحن 14. كان بعد في شخصين طلعوا بيتابعوا لحدا من الاحزاب، كانوا على اساس 17، كانوا قايلين 17 مثل 17. وين ندلني عليهم؟ كانوا قايلين 17 مثل 17 تشرين، ليش صاروا 13؟ ما فهمت، من وين جايبها هيدي؟ ريان ما في شيء. هيدي على السوشيال ميديا، حتى التيفيات هن قالوها. اول نهار طلعنا نحن 13، كان في حكي كمان انه شرب المسعد مفروض يكون معنا، النائب 14 هو موجود اليوم بكتله منسق معها كل الوقت مع دكتور بزري مع اسامه سعد. هول هن ما في، والباقي يعني هن بالعكس موجودين كلهم بكتلهم باحزابهم، المستقلين جمعوا حالهم. اوكي، نحن كنا اللي كنا على وايح التغيير، نحن موجودين سوا كتكتل. اوكي، بال 2014 قلت انه رح تضلك اعلاميه ولا ممكن تفكري انك تفوتي بالسياسه؟ 2014. اوكي، قلتي ولا ممكن حتى تفكري تفوتي بالسياسه؟ لا، بالانتخابات قلت ما ممكن فوت بالانتخابات، صح. وقلت انه هلا كل اعلامي صار بده يعمل نايب ومش عم تفهم شو عم بيصير. لا، وقلت كمان انه المقعد النيابي نوعا ما محل كمان بصير واحد بده يعمل كثير من التسويات. قلت اكثر من ذلك، لتترشح بالانتخابات اليوم بدك تطلع تخبر الناس انه جماعتي احسن من الاخرين، وانه نحن عندنا كل حق والحقيقه، وهوليك ما عم بيخلونا مدري شو نعمل. جيت انا بال 2017 ترشحت مع ناس لا مذهبيين ولا طائفيين ولا بينتهجوا نفس الطريقة تبع الأحزاب الموجودة. طيب شو يلي خليك تغيري رأيك؟ هيدا اللي خليني غير رأيي، إن أنا اليوم ما طلعت ولا عندي تصريح ولا كلمة طلعت حكيت فيها إنه نحن أحسن شيء بالعالم والباقي هن المشكلة، وبدنا نجيب حقوق المسيحيين أو بدنا نجيب حقوق الأرمن الأرثوذكس وغيره. طلعنا حكينا بحقوق اللبنانيين جميعاً، ترشحت وفق قناعاتي، ما اضطريت ولا مطرح اعمل مساومه على قناعاتي وروح التحق بحدا من هالاحزاب وكرر شو بيقول الزعيم. فحتى اذا بتحضر هيدي المقابله، مش المقطع اللي هن شايلينه، اذا بتحضر كل مقابله بتشوف انه بكمل وبقول ليه انا ما بنزع الانتخابات. وقت حكيت هذا الكلام ما كان في الحراك اللي بلش يخلق بالشارع، ما كان في جراس روت موفمنت بتعاطى بالسياسة بطريقة مختلفة. أنا جيت ترشحت 2018 ضد كلهم، يعني كلهم، ونزلنا كحراك مدني ما بيعترف بالخطوط اللي هن رسمينا والحدود اللي حطينا ما بين اللبنانيين تيضلوا فرزينهم وكفوا فرق تسد. فلا، فرق كبير بين شو كنت عم بقول وقتها واللي عملته بالسياسة والترشح اللي قمت فيه بعد أزمة النفايات وبعد ما راحوا على التسوية. ريان بدك تنتبه لشغلة، أنا كنت إعلامية مع فريق عم بينقتل، أنا جزء من أصدقاء لألي دفنتون، كنا بمحل في صراع كتير كبير بين 8 و14، إجوا بال2016
لغيوا شيء اسمه معارضة، دخلوا بتسوية مع بعض وقرروا ببلد أكثر شيء بحاجة لمعارضة ما يعود في معارضة، يصير في تسويات فقط ومحاصصة. من وقتها أكيد عم بتعاطى مع مجموعة من التغييريين من يومها قبل الثورة، وكان كل تفكيرنا إنه بالبلاد الناجحة في معارضة، كيف ببلد مثل لبنان؟ وهيك انتقلنا إلى طورنا، وصلنا إلى تحالف وطني، خلقنا هذا التحالف بين جمعيات ومجموعات وغيره، خاض الانتخابات 2018 أنا الوحيدة اللي نجحت. فهيدي إذا بدك التسلسل اللي ولا مرة يمكن هالقد فسرته ووضحته. وهيك دخلت إلى الحياة السياسية، دخلت الحياة السياسية من محل شعرت لازم أعمل شيء أكثر من الحالة الإعلامية اللي كنت أنا فيها. أوكي، أول ما خصوا الانتخابات من بعد بنهارين مارسيل غانم استضاف كل التغييريين النواب إلا أنت. استضاف هو بيقول الجدد مش اللي كانوا قبل من يعني، وحتى هو وضحها وقال إنه عم بيطلع الجدد، بدي أعتبر هيك مش موقف ضدي. أوكي، بس أنتوا هلأ مش متصالحين أو شوي متخانقين هيك في شيء؟ لا ما في يعني بشعر انه زعلان منك او شيء. ايه بس بالاخر يعني مارسيل استاذ واعلامي ومنبر ومحضور وانا ما عندي ولا شيء ولا اي مشكله معه، بالعكس يعني. بولا انت كنت مذيعه على قناه المستقبل قبل ما تتسكر المحطه، صح؟ مزبوط انه بعد بدك مصاري من المحطه؟ قسم كبير من العاملين وانا وحده منهم، ايه ضل في يعني ضل في قسم طبعا، قسم كبير مش قسم صغير يعني، ايه ما تقضيته. وبس انا كمان تنزلت عن مستحقاتي. اوكي، قريبا رح يصير في انتخاب لرئيس الجمهوريه الجديد، مين لمين حتعطى صوتك غير نادين لبكي او زياد ابو شاكر؟ يا ريت بيجينا حدا مثل زياد ابو شاكر. بدنا نجتمع نحن 13 بعد ما عملنا هيدي اذا بدك القعده على موضوع رئاسة الجمهورية، بدنا نختار مع بعض شخص نظيف كفوق يقدر يعمل فرق بحياتنا. بس انت هلا اقترح اسم. ما لح اطرح اسم، هيك لا اطرح اسم، في اسم براسي، في اكثر من اسم، بس ما لح اطرح هيك لا اطرحه واحرقه اعلاميا واعمل له مشاكل اضافيه تعيق وصوله بدل ما نكون عم نسهل وصوله. مع معرفة المسبقة انه المافيا ستعيد انتاج نفسها للاسف. بس بقول لك اكيد رح نحاول نكسر الصفقه مثل ما جربنا قبل باكثر من محطه. مش من زمان انتشر على السوشيال ميديا مقطع من جلسه انتخاب رئيس مجلس النواب لما نبيه بري قال لك خلص يا بس بقى. شو تعليق على الموضوع؟ تعليق بقول لك انه انا جوا، انتم بتسمعوه على الميكروفون كثير احسن منا، نحن جوا بالضجه وبالموجود صراحه شفتها برا يعني، شفتها لما ظهرت. ما عندي تعليق، انا مستعده كل يوم كون عم بدفع من شخصي من حالي، مستعده اتعرض للاهانه، واللي مش مستعده ساوم فيه هو اللي له علاقه بحقوق الناس، بحقنا بثروتنا النفطيه والغازيه، بحقنا ببلد سوي وطبيعي. انا مش مهمه، مهم بالاخر نقدر نوصل لمطرح نخلي هالمجلس يشرع شي مره لمصلحه الناس. بولا من انك تسوقي فيست بلا وحدك على الطريق لسيارات وبودي جاردز، وانا بعرف انه ما حتى انا ما بتطلعيني معك بالسياره لانك ما بتامني، خاف عليك صح، ما بتامني ودائما معرض على الخطر. مين هلا مهدد امن بولا وانه دائما تحت الضغط ومهدده؟ لك نحن بلد ما في استقرار وفي مشاكل دائما، والقتل سهل لانه الانسان رخيص ببلدنا وبينسوه بعد فتره كثير قصيره، وبيقولوا حرام يمكن الناس تتعاطف، وللأسف يعني بيأسفني أقول هيك، بس بعرف قديش يعني أي شخص عم بيقدر يشكل معارضة حقيقية بوجه المافيا. أنا عم بقاتل المافيا، مفروض أني يكون حذرة على القليلة بالناس اللي حدي واللي حوالي. طيب مين هلأ مهددك كحزب؟ صراحة ما بعرف، بس أنه اللي بيقتلوا، أنت جبت زعران الحرب حطيتهم بالسلطة يعني، شوف أنت وين اليوم، بحكم حمائم للأسف يعني. اوكي، في كثير ناس بتسال ايدي ثروتك اليوم، يعني ايدي قدرت جمعتها لاني كنت اعلاميه وعندك شركه. انا الوحيده اللي طلعت قلت من 4 سنين، قلت معي هالقد، بملك هالقد، عندي بيت مقسطته لل 2026 بهيدي التفاصيل، ومن وقتها صاروا شو يعملوا؟ بدل ما يكون هيدا شيء ايجابي للناس، حدا يطلع بشفافيه يقول انا عندي، مزبوط. اللي صار يعملوا حملات وصاروا يستغلوها
وبتعرف وصاروا يعملوا هيك نوع من اذا بدك احقاد على شيء حسبوك قد حقه بيتي كمان ايه مثلا. فلذلك بقول لك انه خركز على السياسه، خلينا بالسياسه، ما حادخل بهيدي المجالات ولا رح ارجع قدم لهم. لو هي يمكن هيدي الشفافيه وهيدا اللي عملته هو الطبيعي والمنطقي، ففيك ترجع على الارشيف وتشوف شو ما بدك، بعده كله موجود. بس انا اليوم سالني شو بدي اعمل بالسياسه، سالني شو بدي اعمل بشغلي، هيدا اللي بدي احكي فيه. راح قسم كبير من مسؤوليتك بالبنك؟ اي راح. او ما كنت حاط؟ ما بعرف اذا راح او ما راح، بس انه يعني في موجود. ايه صحيح. اوكي، بتسميه واحده، مين الحزب يلي خزقوا لك صورك على الطرقات؟ هلا من اللي فهمته من الامن بالاخر بعد محاولات كثيره وكذا انه هو لجماعه انطون السحناوي، وفي يعني حتى اسماء بس ما نعمل معهم شيء لانه مدعومين. كمان بتسميه ومني اكيد هذا كلام من اجهزه امنيه بطريقه غير مباشره، يعني بعد ما انه خلص قطعت ومدري شو، يعني بتعرف انت الاجهزه كيف للاسف، يعني ما لا حول ولا قوه بالاخر بيقولوا لك. مين الحزب يلي ورا هاشتاجات يلي بيروحوا ترندينج يلي بيسيقوا لبولا؟ كل مره حدا، احلى شيء انه كلهم يعني كلهم كل مره في حدا. هلا عاملين حمله جديده، يعني اليوم ام ترندينج كمان على شيء ما قلته، وعلى كمان اجتزاء له علاقه بلبسه شادور بلبنان. ايه مزبوط. ايه فمثلا فعم قلك كل يوم في حدا، هلا بكره بتلاقي حزب جديد حسب شو صرحه شو قايل مين زعجه. مين اخر حزب هددها لبولا؟ هددتك مباشره يعني؟ ليك بالمباشر ما بعرف اذا فيك تاخذه تهديد مباشر، بس ما حدا يعني ما في يقول انه شو بتعتبر تخزيق الصور، شو بتعتبر كل هول. بس ولا مره وصلك اتصال او مسج انه بدك تخفف شوي؟ بلا، وصل لي اتصالات بس هول من الانترنت، ارقام ما بقدر اعرف مين المصدر. مين حزب يلي قتل حاله كرمال بولا تترشح معه؟ لا كذا طرف وكذا حزب. تعرف هيدا القانون الانتخاب خاصه من 2018 لما قلت انه انا بدي اترشح من كل المجال بهيدي الدوره ما حدا، ونحن عم نعمل لوايحنا ومشيين ومقلعين، يعني ما حدا رح يجي يقول لي. بعرف انه كثير بيتمنوا بس اكيد لا، جربوا بعتقد على سنوات طويله بكثير وسائل وبكثير من الاغراءات. عرفوا انه الموضوع مش موضوع وجود اليوم بالسلطة، هي أكتر شو بنقدر نعمل للناس، وعندي قناعة كتير كبيرة غير التغيير ما بيتغير شيء. أوكي، بعرف إنه هوايتك هي الغطس أو سكوبا دايفينج، خلينا نعتبر إنك نزلت على البحر ولقيت نايب واحد عم يغرق، مين وليه ما بتساعديه؟ يعني بدك تكوني أورادي ما رح تساعديه. أكيد إنه بساعده مين ما كان. مين ما كان؟ مين ما كان بساعده أكيد. أنا ضد عقوبة الإعدام لو شو ما كان حتى الجرم، كيف بجي أنا بلاقي شخص؟ أكيد مين ما كان. مين ما كان له حق بالحياة، الحق اللي لازم يكون ندخله على ثقافتنا هو الحق بالمحاسبة، يكون عندنا قضاء بحاسب توصل تعرف الحقيقة مثل ما هي. ما بدنا حدا ينقتل، بالعكس بدنا ناس تعيش، وبدنا الناس اللي لازم تتحاسب يعني يتعذبوا، يعني يتعذبوا نفسيا. اللي عامل ارتكابات لازم يدفع ثمن أكيد. اليوم شعب كامله عم يدفع ثمن ارتكابات طبقة سياسية. شو خبرية الركان بالمالديف؟ هو ركان كتير حلو، هذا ركان مهضو، هذا ريف شارك ما بيأذي، بس أنا من كلمة قرش إيه عندي بخاف. هذاك حكي مع ابني. كنت مع ابنك عم ابني بلشت غطسه بعمر صغير، يعني أول شيء مترين لهيدا لأنه بحب هالأشياء يتعلمها معي، يتعلمها مزبوط، ويمكن كانت من اول نزلاته العميقه. ففي ريف شارك هو كفى عم يسبح عادي، انا تركتيه تحت تركته. بس كان معنا يعني كنا جروب، وبعرف انه بالمالديف هول منهم ابدا خطرين. عامه ما في حيوانات ابدا خطره، الخطر البشر على الحيوانات للاسف نقول هيك، بس خلص لما في شيء بذهنك وفي مخاوف ما فيك تتخطيها. اوكي، معلومات. حتى بيروت في شاركس كمان اكثر من مره، كمان ابيع كمان تركت تحت. لا ما كان معي ابني، بيكون معي حدا ثاني يعني اللي بيغطس معي. اوكي، معلوماتي بيقولوا لي انه بول حرب ابنك يلي هلا هو عايش مش بلبنان، مش مانيك راضي انه ما يعيش معك.
يعني راح ومش على قناعه. اكيد هو انا وبول يعني بول موجود من النيرسري بمدرسته مع اصحابه كل حياته عايش هون، فجاه تسلخ ولد من بيئته من حياته وهو بول تقريبا بعمرك يعني، وبتعرفه بتعرف قد ايه صعبه، فكان كل حياته هون. بعد انفجار بيروت كمان يعني اتوافقنا مع بيو انه خلص بيبقى هون. موفق كثير كثير بخاف على بول، وانا كمان يعني ابننا الوحيد. فمن بعدها ايه بتوفى شخص بيلعب معه فوتبول، محمد عطوي الله يرحمه، بتجي رصاصه طايشه براسه وهون بقى خلص يعني ما كان في ابدا مجال. سجلوا بعته بوردينج سكول، واحيي امك يعني ما بعرف قد ايه صعب عليها هيدا، قد ايه صعب الموضوع على كل ام. وبس يعني ابني الوحيد أنا بعيد عني ايه منا سهل. لانه انا قريت كان في ويب سايتس كاتبين انه جوزك او اكسك هو اخذ بول منك وانت مانيك قادره تشوفي، وانا بعرف انه غلط مش هيك عم بسالك. لا لا كتبوا كل شيء، ما تركوا شيء ما كتبوه. موفق بي رائع، بخاف كثير على بول، بخاف علي حتى، وانا يمكن ما عدت زوجته ونحن بعدنا عائله لو شو ما صار. اوكي هلا بدنا بس نسمع هيك فويس ونرجع نكفي. فويس شو؟ وكمان مام انا عندي سؤال، اذا بفوت سياسي بالمستقبل تنصحيني فوت انه بلبنان ولا برات لبنان؟ فول ابنك عم يسألك عم يسلم عليك وعم بيقول لك اذا بده يفوت بالسياسه بتنصحيه يفوت بلبنان او برات لبنان؟ ما بعرف اذا مفكر السياسه هو شيء كلوب او هيدا. لا ليك اكيد انه بنصحه يكون اول شيء يعني وقت اللي بيقدر يرجع على لبنان يرجع على بلده، يعيش بين اهله وبلده، يشتغل لهالبلد اللي هو لمنا كلنا، اللي هو بلدنا بالآخر. ما حدا فيه يستغني عن بلده، ما حدا فيه يتخلى عن بلده. بلدك هو بيتك، عائلتك، أهلك. فأكيد بقلك بلبنان، بس أنا ما بحب أنه يفوت بمشروع السياسي بلبنان، ما بعتقد أبداً يعني. ومنه ما بعتقد حتى مأهل يعني، ما ربيته مثل ما ممكن يربوا العائلات السياسية. هذا المفهوم مش موجود، مش لأن أنا بشتغل بالسياسة ابني لازم يشتغل بالسياسة، واصلا بعيد عن الجو. هلا هو صغير كان بده يشتغل بالسياسه وما كان يجيب علامات منيحه ليشتغل بالسياسه، بس كنت تعيط عليه. هلا علاماته كثير منيحه فول، بالعكس كان يجيب منيحه انا اللي ما كانت يمكن علاماتي كثير منيحه. لا فول شاطر بالمدرسه. لانه قال لي انه بعده زعلان منك لهلا، كيف مره عيطت عليه وقلت له بدك تجيب علامات، هو ما كان عم يجيب قصدا كرمال يصير مثلك. لا هدول من نكته. لا ما اكيد لا، بالعكس فول كانت علاماته دائما منيحه. وبعده لهلا اي ستودنت، وهيدا شيء كثير بخليني اسكت له على كثير اشياء لانه شاطر بالمدرسه. وهلا كان اونرز ليست مدرسته. في عنا سؤال ثاني من فوق بليز. وكمان مام بدي اعرف انت ليش فتي سياسه من اول شيء؟ ليه فتي سياسه من اول؟ بعتقد بيعرف اكثر واحد، لانه انا وياه كثير حكينا بالموضوع مع انه كان صغير، كان عمره 13 سنه يعني. بس انا من وقت ما خلي ابني بقعد حده وبحكيه وبخبره اشي اكبر من عمره، وهيك عملت كمان موضوع السياسه. فخبرته بالتفاصيل واكثر من مره عدتهم انه بلد اليوم وصل لمطرح اذا في شيء اعمله بحياتي هو اني جرب اقول للناس في معارضه غير محل هول نفسهم اللي رح يعيدوا نفس الاعمال نفس الطريقه نفس الشيء، حيخبروكم نفس الاشياء. فقلت له انه انا رايحه اسقط بالانتخابات اول مره، لانه كانوا كل الستاتستكس بيقولوا ما عندنا حاصل ولا مطرح، 66 مرشح بنسقط. قلت له انه انا رايحه اسقط، بس ما بدك تزعل، لانه نحن عارفين انه هيك رح تكون النتيجه، ونحن رايحين باتجاه نبلش نحط حجر اساس لموضوع السياسي لاحزاب جديده منا موجوده بالحياه السياسيه اللبنانيه. هذا كله شرحت له اياه بالتفاصيل. ما زلك انت عارفه انك رح تسقطي، انت دافعه فوق ال 150 الف دولار كرمال عم تحكي على 2018. بال 2018 ايه كانوا كل التوقعات انك رح تسقط، بس بدي اقول لك دفعنا تقريبا 200 الف دولار. واقل من هيك ما فيك تعمل حمله باي شكل من الاشكال. كان بدي اعمل فيزيبيليتي على اسمي اللي هو بولات سيراغان ياغوبيان. كمان كان بدي اقول للناس ليه عم نعمل اللي عم نعمله. فكان اكثر شيء موضوع الكامبينينج هو اكثر شيء اللي كان مكلف. لتقدر تجيب مندوبين لكذا بتكون حاطط هذا المبلغ بكل سهوله. فهيدا المينيموم اللي ممكن انك تحطه. وايه انا كنت رايحه محل عم بشتغل مش لاسقط، كانت كل احصاءات بتقول ما منجيب حاصل ولا مطرح، بس كنا رايحين لنخرق. وخرقنا اكثر من شخص خرقت معي جمانه
واللي صار هو شالوا لنا اصوات سقطوا جمانة وهلا ما بعرف رح نرجع نفس النتيجه كمان بالطاعون اللي عم بيعملوها. فمن وقتها عم نقاتل المافيا. لتقاتل المافيا بدك تشتغل بهالطريقه، بدك تشتغل تحكي الناس. كيف تحكي الناس؟ كيف تتواصل معهم؟ واذا ما حطيت بوست على فيسبوك قد ايه بيجيب البوست؟ انت بتعرف ما بيجيب شيء. فكل هيدا يعني مجبورين في شيء، بدك في وسائل، في تولز بدك تمشي فيها. طيب اذا هلا بول دقلك قال لك وقف السياسه بدي منك تستقيلي، بتستقيلي؟ بول اكثر من مره قال لي انا عتلان هم وخايف عليك، وانه يمكن ما في، مش لانه خايف عليك، بده بس يقضي كل الوقت معي. لا لا ما بتستقيلي؟ ليش هو فضيله اصلا؟ اسم الله عليكم ملا جيل. بعتقد انه لا، ما بعتقد انه كرمال هيك، كرمال خوف اكثر من هيك. هيدا اللي اكثر شيء بخليه يقول انه ما بعرف اذا اللي عم تعمليه رح يودي لشي محل وما تخسري حياتك. فانا برجع بقول له انه لا، لازم نكمل، وبرجع بخبره بقول له انا ببلد عطيني كثير، واليوم شو ما بعطي بيكون كثير قليل. لو حتى بدي افقد حياتي يمكن الناس تضحك علي، بس انا بعتقد لبنان بيحرز وبيستاهل، ولازم نقاتل لبلدنا. مش ما حدا بيسلم بلده هيك. نحن خلصنا باول فكره، كيف كانت؟ بتعقد. حبيتيها؟ ثانك يو. لكن ننتقل لثاني فكره اللي هي اتصال مع النجوم. هلا بولا رح ادق لمايا دياب. يلا من دقلها ان شاء الله ما ترد. بدي احط لا صاحبتي ما بحب تعمليها هيك ضروبه. ما عليه شيء مهضوم. وشو حطت لي بدينتي؟ هلا اوكي ما عم ترد. شو هون؟ يلا ما في شخص تاني. مين؟ لا شخص تاني من ده. مين؟ بديع ابو شقرة. يلا بديع. يلا شو بدي اقول له لبديع؟ بقول له اني انا معك وعم نعمل. ما بنقول له في ضرب؟ لا دغري هيك. اذا مرت بديع من شيل الفقرة. يا الله يا بديع، يا ريتك ما رديت يا بديع. بديع هاي حبيبي. يا بديع يا بديع سافا؟ بدنا نروح لان بدي جيب. قالوا لي كنتوا عم تحكوا عني. مبسوط ريان؟ بديع عاملين فيي ضرب، عم بعمل فيك ضرب. انا عايزك ضروري ضروري. خلص خبرتيه. هاي بديع. معك ريان حايك. ليك جيب معك شو شو هو انا مني. خلص فيك تشيليهم. خلص ايه خلص. كيفك بديع؟ سبلش مسبي ولا مش الحال؟ مسبتين. عجب لا. عم جرب كنا نعمل فيك ضرب بس بولا فضحته للضرب. ايه لانه هذا حبيب قلبي اول شيء. ما لا ما لا هلا لو مخبرني كنت اتفقت مثلا معكم قبل. جيت لهون قال لي بدنا نتلفن لحدا ستار فريند لقليك نعمل فيه ضرب. فما زبطت. ايه ناطرينك تسبسي بتعمل تقول لي شو بكي مدري شو بقى ما زبطت. هلا بعد شوي سكر ورجع وتلفوني بعمل حالي ما بعرف. خلص اشتقت لك بديع حبيبي. وانا كمان كثير. يلا لازم تجي تعمل شو مع ريان. رح يجي كنا عم نحكي من يومين. بس خلص من تركيا شغله واخر الشهر وبيجي. يلا تلفن لي لسبسي. ميرسي بديع. يلا بصوت سمعت صوتكم. بوسك. باي حبيبي. باي باي باي. فضحتي يا بولا. ما علي لانه طب خلص لكن طب ننتقل لثالث فكره. يلا اللي هي 60 سكندز مع النجوم. بولا رح خبرك شو هي شروط اللعبة. في 60 ثانية بدي أسألك 40 سؤال وبدنا نشوف على كم أسئلة بتقدر تجاوبي. 60 ساعة اللي جيت لعندك. يلا بلش. ريدي؟ يلا. أطيب أكلة عندك؟ ملوخية. طبخة دليفري؟ دليفري. إيه كنت تجيبي بالمدرسة؟ 10. أكتر مادة ما كنت تحبيها؟ مات. أكتر فنان قريب على قلبك غير مايا دياب؟ مايا دياب. آخر فنان تخنقتي معه؟ ما حدا. بتفكري بالهجرة؟ لا. شو أول شغل اشتغلتيه؟
تبيع ذهب اكثر شخص سنسويه. اكثر شخص بتحكيه ابني في وفا بالدومين تبعنا في مثل شي مره رفضت حدا يتصور معك رفضت ابدا بالعكس. شو اخر هديه وصلت لك؟ جوزي جاب لي حلق. اكثر شيء جوزك الجديد اكثر شيء بيعصبك؟ الجديد مش عاجبه الجديد. اكثر شيء بخوفك؟ القديم. اكثر شيء بيعصبك؟ ريان. اذا ربحتي باللوتو بتستقيلي؟ اكيد لا. شغله واحده بتغيريها بحالك؟ التسرع بوقفه بخفف تسرع. اخر هديه هديتيها لحدا؟ نسيت. اخدي حقك؟ بشو باخد زياده عن حقك؟ طب رح كفي بس الورقة. ايه. امتى اخر مرة بكيتي؟ من شي شهر. اكلت كفوف بحياتك؟ قليل كتير قليل. اكلت ايه كيف بس أصدق كف قصدك يعني كف حقيقي يعني كف الاثنين؟ ايه لا هولي كتير. طب كف حقيقي اكلتي؟ ايه في مرة حرام خالي بحبه كتير بس مش عم بنسيله اياها كان عمري يمكن شي 6 سنين حبيبي خالو حبيبي خير اسمه اسمه ستيف خليه يشتهر شوي وامي يمكن شي مره كمان بس ما كتير قليل جدا بيي كان يلحقني ليضربني ما يلحقني قد ما مش هيك طلعت سريعه دايما بالحياه وبالركض طيب لكن رح ننتقل لقبل اخر فقره اللي هي جوجل مع النجوم بولا رجعنا بقبل اخر فكرة اللي هي جوجل مع النجوم. كتبت اسمك على جوجل شفنا الاقتراحات اللي هي اكثر شيء الناس بتفتش عليها. اول شيء بولا يعقوبيان الكشنز. اوكي انا بعرف قد ايه بتكوني مضغوطه قبل الانتخابات وقد ايه بيضلوا يزوروك ناس وبتروحي بتزوريهم وهيك. ليه بيجوا لعندك الناس خصوصا وقت الانتخابات؟ بيروحوا عند الكل وفي ناس بيجوا بيسالوا اسئله بيشوفوا شو البرنامج وهذا اللي لازم ينعمل يعني انا بتمنى اكثر واكثر ناس يجربوا يوصلوا للشخص اللي بدهم يصوتوا له ويتعرفوا عليه ينبشوا على برنامجه ويعرفوا عنه اكثر اوكي بولا يعقوبيان سعد الحريري هيك دغري سعد حريري انت وسعد بعدكم عم تحكوا او خلص لانه وقف لا. عمله السياسي نو من زمان يعني من وقت ما ترشحت من مرت الماضي هو اخذ موقف انه انا ترشحت بليحة ضدهم كان عندهم مرشح بليحة تانية وايه اكيد يعني اقولك اذا هلا بترجع كانت او محطة المستقبل ما بقى بيرجع بيحكيك اول شيء بتمنى ترجع قناة المستقبل بس لا ما بعتقد حتى انا ممكن ارجع بعد هالعمر هيك واصلين للايج ما بعرف اذا برجع حتى الى مجال الاعلام ما بعتقد اوكي بولا يعقوبيان سكند هازبند اوريدي قلت شو اسمه وتجوزته سنه الماضيه صح باب صح رح يصير لنا سنه رح يصير مبروك ثانك يو وطب سكند هازبند يعني بدهم يعرفوا شو اسمه انا بعرف بس الناس بدها تعرف شو اسمه ما قلنا اسمه شو اسمه وهبي اوكي وبولا يعقوبيان بيفور يعني شكله ايه. يمكن عامله عمليه تجميل هنا هيك ايه عامله عمليه تجميل عامله اوكي ومش ضابطين قال مع تجميلة كيف بلا تجميل وبولا يعقوبيان ايج من خلينا نخبرهم 65 مثلك لا عن جد قد امك يعني بالسبعين عمري 46 انا خلقاني ب 76 عمري 46 اوكي ديل لكن هلا رح ننتقل لاخر فقره اللي هي تحدي مع نجوم بولا وصلنا على اخر فقره اللي هي تحدي مع نجوم انا كتبت حطيت لك 5 أسئلة على الطاوله مخبيين بدك تقريهم وتجاوبي على صوت عالي بس في سؤال واحد لك حق ما تجاوب عليه باس اوكي منبلش يلا اوكي يلا بلشي قري بقلبك وجاوبي ما عندي طموح كون رئيس حزب هيك دغري على السريع شو بدك اعمل قل لي قري شو كان السؤال رجعي جاوبي مين السياسي اللي بياخذ كل شيء بيرسونال ما بعرف لا بدنا اسم ما قلت لي في باس هذا الباس اوكي ايه. بس يعني هوليك بدك تجاوبه اي سياسي اذا كان رئيس جمهوريه بهاجر ولا واحد خليه هو يهاجر ايه؟ بدي هاجر انا مين الفنان ما بتحبي صوته ابدا بدنا اسم لانك استعملت الباس ما بحب صوته ابدا بس هيك بتهم حدا ما بحب صوته انت ما بتحبي صوته مش انا كزوق. اصلا بفهم بالاصوات كذوق ما عن جد ما بعرف شو بعمل بخترع هيك اسم لان بدك اسم بالقوه لان حاطط بجيبها عامل ارهاب حاطط ارهاب علي بتجيب على هيدي مين بياخذ كل شيء بيرسونال شو بقى كلهم بياخذوا كل شيء بيرسونال طب اكثر واحد حاليا نبيه بري يبدو بالله شوفه اوكي بسطت
مين سياسي كل ما بستقبله ببيتي؟ هلا ما فيك تقولي ما حدا انا لا هلا عم بستقبل ببيتي بستقبلهم هن رفاقي والتغييريين صحيح مين اللي ما مين ما بده يجي يحكيني اهلا وسهلا ما عندي عقدة انه بيتي يا لطيف لا شو طيب دفا كمان ما في مشكله كمان اصلا مين ما بده يشوفني مين ما يحكيني بيجي يا على بيتي يا على المكتب يا على التحالف عادي يعني بتستقبل الكل وين بدي اشوفهم لكن لو اذا كنت نايب وما بتحبي ومتخانقين متخانقين ما عم بيتلفنوا لي اذا هيك بس انه عاده ليه عنده قانون عنده شيء بده يطرحه معي بده يحكي معي عم بيجي لعندي اوكي كل الوقت بيجي لعندي ناس منهم معنا بالسياسه طب عندي بس اخر سؤال وقتها كنتوا عم تترشح لما كنتوا عم تنتخبوا رئيس مجلس نواب كلكم انتم كتغييريين وثلاث ارباع او نص النواب كتبتوا مرفق بيروت لضحايا بيروت لا كتبنا نحن 13 كتبنا رساله بس 13 كلنا 13 من التغييريين كل واحد كتب رساله شكل وبعد بنعرف كل واحد شو كتب لانه منسيين من قبل اوكي طيب مش ممكن حدا من ال 13 يكون كاتب غير شيء ابدا لانه بنعرف كل واحد شو كاتب بقول لك انا شو كاتبه بقول لك سنتيا شو كتبت بقول لك ملحم شو كتب بقول لك مشاد شو كتب بعرف كل واحد شو حط طب ممكن عندك هيك طموح مثل ما كنت عم كان السؤال انه تعملي رئيس حزب او تكونوا كلهم كيمكن انت المين لا ابدا انا اليوم حتى بالتحالف مني عضو مكتب سياسي انا عضو بلجنه الكوميونيكيشن مني حتى رئيس اللجنه فلا ما عندي حتى تركيزي وشغلي كله بالعمل التشريعي وبشغل المعارضه مش ضروري يكون انا لا رئيسة حزب ولا رئيسة مجموعه ولا شيء أنا شخص من كل هيدي الحالة بهمني تكون موحدة تنسق مع بعضها وتكون حالة قوية لأنه بشوف خلاص البلد بهؤلاء فلا خلصت الحلقة ماشي. حبيتيها حبك كثير أنا كمان وبتمنى لك كل توفيق من قلبي وبتعقد ريان وشباب مثلك منشوف أمل فيهم أنه فعلا نصير بمطرح مختلف Thank you. ميرسي إليك وميرسي لكل شخص كان عم يحضرنا كانت حلقة كتير حلوة ميرسي ونشوفكم بحلقة جديدة next week حبيبي thank you